السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. صاحبه بفضل من الله وبإرادة من الله، وليعلم الجميع بأن ما طلبنا من وراء هذا جاها ولا سلطة، إنما كلفنا الله بها تكليفا لا يرنو أحدنا لغاية فيها غير مرضاته. لا خوف ولا قلق بعد الآن، لا عودة من أجل انتقام، إنما سعي لإصلاح الحال وأهل البلاد. أعاننا الله جميعا على ذلك. أتحسب فعلا أنه ليس بمنتقم؟ هذا رجل يتحضر لضربتك، فلتعد إلى دار إقامتك الذي يليق بك سيد الوالي. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.